على فكرة مودست ما شاء الله هو عالمي انا حد اشد عالمي مودست؟ وما شفناش. طب هو حد يا قال مودست؟ جماعة يا جماعة، طب طب وانا حد قال هو على مودست مودست حلو؟ ده بقى لا تكتيكيا ولا ابيض فنيا مودست ابيض ولا اي حاجة. ما فاحنا احنا لا خلاف بنتكلم على كده، احنا مش على ايوه مختلفين فاحنا بنتكلم على كلنا ايه؟ متفقين على كده. ايوه هو حد ماشي، قال فاحنا بنتكلم على ايه؟ لا في حاجة اسمها تكتيكية، ما فيش حاجة اسمها كده، لأن ناصر ماهر بيقوم بالدور ده، وعبد الله السعيد بيقوم بدور الحاجات الصغيره، الباص انه يطلع بالكوره وعنده ثقه ان هو يطلعك بالكوره، والخروج بالكوره ده مش سهل على فكره. انت فاكر ان الخروج بالكوره ده سهل؟ من في تحت نص الملعب اللي هو نفس الكوره بس ناصر ماهر ده، انت يا كابتن وائل لو لعبت في نص الملعب هو بيلعب هتعملها، وهتعملها احسن هو كمان. كل كوره انت كده لا دور لا هو دونجا كل فين يا كوره كابتن؟ عبد الله السعيد بيمسكها يلعبها انت لناصر كده ماهر. دور دونجا فين؟ يعني دور دونجا في ان وجود عبد الله ان هو اللي لما بيطلع بيبقى بالكوره موجود ويطلع. عبد الله دونجا بيبقى ليه ادوار تانية. هو انت مفكر ان نص الملعب ده واحد بس اللي بيلعب؟ يا كابتن انا يعني بتكلم انا في طريقه النهارده فرض لو اسلوب انا لعب. بتكلم، انا نادي بص الزمالك، بص انا انا لو ما احترم، بتكلم انا بتكلم ان نادي الزمالك نادي كبير يا كابتن، بينزل يفرض والله اسلوب بنتكلم على لعبه، كده. لازم يهاجم، لازم نادي عنده الزمالك مفاتيح اصلا لعب. فرض اسلوب لعبه في الفترات اللي فاتت، ما تتكلمش على ماتش سموحه. وانا حييت الراجل ان رايح اللعيبه حتى لو خسر ماتش سموحه، لان انا بتكلم في بطوله مهمه وخدها وطلعت وجهه نظره صح، وجهه نظري الحمد لله صح تمام. فاحنا بنتكلم في حاجه في وقتها، لكن نادي الزمالك فرض اسلوب لعب. اولا نادي الزمالك كل المباريات اللي بيلعبها استحواذ اكتر من 65%، بس هو الراجل بيلعب لا بفعاليه. ليه؟ هو نتائجه ايه اللي فاتت قبل ما يجي الراجل؟ في الاول في البدايه كان لسه الامور ما مشيتش، لكن بعد ما الراجل خلاص ظبط اللعيبه وتكتيكيا اشتغل كويس بقى. لا كابتن وائل ده النهارده نهضه بركان، النهارده لو عندهم مهاجمين كويسين وعندهم واحد رقم 10 كويس لو وبيسدد، عنده 10 كابتن النهارده الزمالك كان خسر النهارده يا راجل. والله يعني الماتش كان سهل، يعني دي فرقه وحشه؟ ما حدش قال وحشه، امكانيات الزمالك فعلا. اعلى في طب امكانيات الزمالك بس اعلى، بس نادي بتتكلم في نادي نهائي. بركان النهارده لو عنده مهاجم كويس انا ما قوي فيش حاجه اسمها لو، انت بتتكلم في نهائي الزمالك كسب. كسب، ما احرج نهضه بركان احرج الزمالك. فين الاحراج؟ فين؟ فين الاحراج؟ ده بعد الهدف هو ده اسمه الزمالك احراج؟ كده ده بعد الدقيقة 25 ساسة. دقيقة ده طبيعي ان فرقة خسرانة عادي جدا. وبعدين ايه؟ الاحراج ده لما بيبقى فيه استحواذ، او انت النهارده كان مستحوذ نهضة استنى بس كان استحوذ ايه؟ ما تستنى بس والله نهضة بركان يا سيدي استنى، كنت بتتفرج على ماتش تاني؟ انت كنت بتتفرج على ماتش تاني؟ لا 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 انت بتتكلم نهضة بركان بتلعب على الكرات الطولية كابتن. لا كل ما بيخرج بكورة عايز فاول تمام؟ كل ما بيجي يلعب بيلعب على الكرات الطوليه وبعدين ترده ممكن ياخدها تاني. لكن ده الاستحواذ ده اسمه 10 نقلات. انا بتكلم ايوه كان بينقل ووصل للمرمى. فين المرمى؟ وصل النهارده فين؟ وصل فين؟ هات لي وصل فين؟ انا مع احترامي النهارده لو معين طيب شعباني مركز في المباراه وفي نقط ضعف الزمالك كان لعب بحد رقم 10 وكان معروف ان شعباني نزل كل الناس الهجوم. معروف يا كابتن ان حسام عبد المجيد تالقه كله في الكور العاليه، الراجل بقى برده بيلعب كور طويله. حلو، حسام عبد المجيد عنده مشاكل تحت تمام، هو عنده مشاكل بينيات سرعات دي لان كان في كوارث النهارده. ما اختلفنا، ما فيش كوارث النهارده. كوارث ايه يا جماعه؟ حسام ماتش تاني.